السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 5 هو الأخيرة من قصة الفتاة الممتحنة أم كلثوم. احتار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الفتاة المهاجرة إليه ذات 17 عام، حيث كانت تمنعه مروءته وأخلاقه من إعادة الفتاة إلى المشركين عندما سيأتون ويطلبونها، ومعرفته أنها ستتعرض للتعذيب والقتل على أيديهم. وأيضا كان الصحابة يتهامسون فيما بينهم عن رفضهم إعادة الفتاة للمشركين مرة أخرى، فكان موقفا صعبا لم يستطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرار فيه، وظل صامتا إلى أن جاء القرار الإلهي من السماء بحل هذه المشكلة. تشريع سماوي كان بمثابة الرد القاطع على مشركين قريش، نزل في سورة الممتحنة التي شرف الله هذه الفتاة بتسمية السورة، وجاءت في قصتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، صدق الله العظيم. تشريع سماوي جاء برد قاطع على المشركين، جاء باختبار النساء التي تهاجر إلى المدينة المنورة، فإن تبين أنهم هاجروا مؤمنات فلا يرجعوا إلى الكفار مرة أخرى. ولذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم إرجاع الفتاة الصغيرة اليتيمة للكفار مرة أخرى، فكانت هناك سعادة وفرحا شديدا بكت منها هذه الفتاة. لماذا كان الامتحان والاختبار للنساء فقط كما جاء في سورة الممتحنة؟ لأن الرجال يتم يعني اتضاح إيمانهم ويظهر إيمانهم في الجهاد وفي صلاة الجامعة، أما النساء كانوا ملازمين للبيوت غير معرضين للجهاد ولا صلاة الجامعة، فكان واجب الاختبار لهم في هجرتهم. فكان من الوارد أن يهاجر بعض النساء ليس إيمانا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا من أذى في بيتها أو زوجها أو هروب من أهلها. احتضنتها زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفتاة الصغيرة، احتضنوها في بيوتهم وبكت فرحا بذلك ومن سعادتها. نيجي بقى لكيف جبر الله بخاطر هذه الفتاة. جبر الله بخاطرها بأن تزوجت أغنى أغنياء المدينة المنورة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ودي كانت نهاية قصة الفتاة الممتحنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,
اتفضل.